أمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فوراً، وتوقيت وفاة سائق مترو قبل أن تحدث كارثة في مترو الأنفاق بمصر. وعاجل الآن لكل المصريين، مصر تعلن انضمامها إلى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف الدولية، والقبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد أن قام بضرب شخص وكسره. وعاجل في مصر، معدل التضخم السنوي يقفز إلى مستوى قياسي. وفي مفاجأة كبرى، إعلامي مصري يحذر من المكالمات الواردة من جزر المالديف. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا، وتوقيت وفاه سائق مترو قبل ان تحدث كارثه في مترو الانفاق بمصر. كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق تفاصيل وفاة أحد سائقي مترو الأنفاق، وتحديدا في محطة المرج الجديدة، وذلك قبل استلام عمله بدقائق معدودة، حيث تعرض السائق وليد حسني إلى أزمة قلبية ما أدى إلى وفاته بسكتة قلبية قبل قيادته أحد قطارات الخط الأول. وعلى الفور نقل إلى أقرب مستشفى، لكن الإسعافات الأولية لم تنجح في بقائه على قيد الحياة. وقال مصدر في تصريحات لصحيفة الوطن أن أسرة حسني أبلغت بخبر وفاته فورا، وأكد أنه على الفور تم الاستعانة بسائق آخر لقيادة القطار لعدم حدوث أي أزمات في ساعات التشغيل بالخط الأول. وضح أن حركة القطارات لم تتأثر بوفاة السائق، وأن الشركة ستعمل على تقديم كل المساعدات لأسرة حسني. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي أن خبر وفاة أحد السائقين بالمترو محزن للغاية، وأن السائق توفى قبل استلام عمله بنحو دقائق معدودة بمحطة مترو الأنفاق المرج الجديدة. نوه بأن الشركة ستبحث تقديم جميع المساعدات اللازمة لأسرة الراحل. أوضح أن حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر بحالة الوفاة، وأن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها مع بداية العام الدراسي الجديد. مصدر معانا كان من الوطن، نحتسبه يعني من الشهداء إن شاء الله، لأنه كان نازل يعني لعمله، وإن شاء الله ربنا يصبر أهله، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله بإذن الله. أترك لحضراتكم التعليق، كويس يعني إنه ما حصلتش هذه الأزمة والقطار يعني شغال، أو هو سائق القطار كان هيبقى في أزمة كبيرة جدا، وكان ممكن يحصل حادث قطارات يعني صعب، ولكن هو ستر ربنا إنه اختار هذا الوقت، و ربنا رب تاني صبر أهله بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والقبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد أن قام بضرب شخص وكسره. تباشر الجهات المختصة في مصر التحقيق بواقعة اتهام مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا وحارسه الشخصي بالتعدي على شاب الضرب داخل محطة بنزين لسعيه التقاط صورة تجمعه مع الفنان. وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة العمرية أول بلاغا من المدعو عمرو 33 سنة صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى وشهرته حمو بيكا 33 سنة بالتعدي عليه بالضرب. قال المجني عليه في أقواله بالمحضر إنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، شاهد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مشيرا إلى أنه حاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه، إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب، وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول. وفقا للمحضر المحرر بالواقعة، اتهم المجني عليه حمو بيكا بالاعتداء عليه. عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي علي بالضرب أيضا، محدثا إصاباتي بسبب أقواله. وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمجني عليه، والذي أظهر إصاباته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العمرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق. وفي حادثة مشابهة
بعض الشيء. في شهر يوليو الماضي كانت وسائل الإعلام المصرية نشرت فيديو للحظة مشاجرة المطرب الشعبي حمو بيكا في الشارع مع المواطنين في مارينا بالساحل الشمالي بعد اصطدام سيارته بأخرى، وظهر حمو بيكا في الفيديو يسب أصحاب السيارة الأخرى ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين ومحاولة البعض الفصل بين الطرفين. مصدر معانا كان من الوطن، عاوز أعرف رأيكم يعني في سلوك يعني المطرب حمو بيكا. مش هقدر أقول عليه مطرب لأن يعني أقدر أقول عليه مؤدي مهرجانات. عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذه البلطجة، يعني حمو بيكا وصل بيه الأمر أنه يعني يتعامل ببلطجة في الشارع وكمان يبلطج على شخص عاوز يعني ياخد صورة معاه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. نشرت الجريدة المصرية الرسمية قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح وسام وشاح النيل إلى اسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات النائب العام. ونشرت الجريدة قرار منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات وكيل مجلس الدولة، ووسام الاستحقاق من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار محمد مروان عبد الله عرفة عطية رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية. كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة إلى كل من اسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واسم الشهيد المستشار محمد مجدي رفيق مصطفى مبروك قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية. مصدر معانا كامل المصر اليوم، وربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم بإذن الله. ننتقل مع بعض لخبر آخر وعاجل في مصر. معدل التضخم السنوي يقفز إلى مستوى قياسي. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي. وأوضح الجهاز المركزي أن معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس، في حين قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل معدلا سالبا 1% خلال شهر أغسطس الماضي. ونشير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر لا يزال عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. مصدر معانا كان من مصراوي. نتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولجميع المصريين. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن لكل المصريين. مصر تعلن انضمامها إلى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف الدولية. أكد وزير المالية بمصر أن الاتفاق التاريخي للضرائب الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه منها مصر بيساهم في علاجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. وأضاف وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر شاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق الذي تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية دفاعا عن مستحقاتنا الضريبية وضمانا للعدالة حفاظا على حقوق الشعب المصري وترسيخا للاستقرار الاقتصادي. وتابع الوزير أن العالم يعيد رسم القواعد الضريبية الدولية لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، وأن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية. وأشار الوزير إلى أنه تم أمس الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول حجر أساس في الأول من يوليو الماضي بالتوافق بـ 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف تبشر
بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية تساهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب. وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم على الدول الأخرى وفقا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة. من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويا، بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. في مفاجأة كبرى، إعلامي مصري يحذر من المكالمات الواردة من جزر المالديف. حذر الإعلامي المصري عمرو أديب من الوقوع في عمليات الاحتيال والنصب التي تتم من خلال السوشيال ميديا والتي انتشرت مؤخرا على نطاق واسع. وقال أديب خلال برنامجه الحكاية على فضائية MBC مصر: أرجوكم محدش يرد على أي مكالمة واردة من أرقام تابعة لجزر المالديف. وأضاف: هناك بعض الهاكرز يستخدمون تلك التقنيات للسطو على البيانات والأرصدة على محافظ الهواتف الإلكترونية. وتابع مقدم برنامج الحكاية: بعض الهواتف لديها خاصية معرفة كود الدولة الواردة منها المكالمة، ولو ما عندكش بلاش ترد على أي أرقام من جزر المالديف إلا في حالة لو ليك حد تعرفه في تلك الجزر. المصدر معنا كان من موقع قاهرة 24 المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. فالإعلام عمرو أديب بيوضح يعني معلومة مهمة جدا، وهو إن في ناس أو بعض الهاكرز يستخدموا أرقام جزر المالديف للنصب على المواطنين. إذا كان يعني حضرتك عندك بطاقة بنكية مسجلة على الهاتف أو أيا كان، الكلام ده كله بيتسرق. فنتمنى إن إحنا ناخد حذرنا ونبعد عن أي مكالمات جاية لنا من جزر المالديف، إلا لو عندنا فعلا شخص يعني في جزر المالديف، وأعتقد إن معظمنا ما عندناش يعني حد موجود حاليا في جزر المالديف. نتمنى إن شاء الله الخير لكل المصريين. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.